كشف انسحاب جيش الاحتلال أمس من منطقة جنوب غربي مدينة غزة بعد 4 أيام من إطلاقه عملية عسكرية كشف فيها عن عشرات جثامين الشهداء الملقاة في الطرقات وتحت أنقاض المنازل المدمرة، علاوة على عن إحراق وتدمير المئات من المنازل والممتلكات. نعم، وأعلن الدفاع المدني بقطاع غزة عن انتشال نحو 60 جثة لشهداء، مشيرا إلى أن عشرات الجثث لا تزال متناثرة بالشوارع. ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد نقل 32 شهيدا إلى المستشفيات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مع مواصلة ارتكاب الاحتلال المجازر وجرائم الإبادة في قطاع غزة. واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 280 من الحرب، مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى. فهنا في كل لحظة ألم ووجع ومزيدا من الفقد. فالدكتور أدهم عليان يعمل طبيبا في مستشفى ناصر الطبي، فوجئ وهو على رأس عمله باستشهاد طفله هو وأربعة أطفال آخرين. كل ثانية هذه هي حياة، واحنا ان شاء الله باقون حسبنا الله ونعم الوكيل. اربع اطفال كانوا اصحاب الاربعه، حسبنا الله ونعم الوكيل. اربع اطفال كانوا يلعبوا وانا بخدم في المستشفى ناصر وقاعد بعالج الوالد، اجاني خبر استشهادي. ما بقول الا غير حسبنا الله ونعم الوكيل. حبيبي اعطيني اياه. الله يرحمك يا قلبي، الله يرحمك يا قلبي. ووسط ذلك انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في تل الهوى وشارع الصناعة والصبرة بمدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت 7 أيام، في حين توجه الدفاع المدني للأماكن التي تراجع عنها الاحتلال لانتشال جثث الشهداء، حيث أعلنت فرق الدفاع المدني أن عشرات جثث الشهداء متناثرة في الأزقة وداخل المنازل، وإن عائلات بأكملها استشهدت، مؤكدا أنه عثر على جثث شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في تل الهوى ومنطقة الصناعة. يعني حقيقة الاحتلال ومنذ اللحظة الأولى يهدف إلى تدمير كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وهذا ما نشاهده في كل الاجتياحات التي يقوم بها لعدة مناطق، وآخرها في حي الشجاعية شرق غزة والذي يعتبر أكبر أحياء مدينة غزة من حيث عدد السكان. قام بتدمير البيوت وحرق وتجريف البنية التحتية وتجريف الأراضي الزراعية والإعدامات التي قام بها لعدد كبير من أبناء هذا الحي. ومنذ 10 أشهر تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 126,000 شهيدا وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10,000 مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال. تستمر حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حرب طويلة وقاسية أنهكت الجسد الفلسطيني وقضت على كل ملامح الحياة الإنسانية فيها. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، قطاع غزة، فلسطين.